ألوف وربوت ربوت يسبحون ويمجدون ربي يسوع. كل من يقول يا ربي يسوع بيده سيف يصرع العدو، لأنك بالحقيقة قد تعاليت جدا في السماوات وعلى الأرض. كل الصديقين الذين أرضوا الله يدرسون الناموس كله. والله كائن أمامهم واسمه القدس في أفواههم كل حين. كثيرة جدا هي رفاتك أيها الحاكم العادل يا ربي يسوع. الله هو عمانوئيل الطعام الحقيقي، شجرات الحياة العديمة الموت تجمعي فيا يا كل حواسي لأسبح وأمجد ربي يسوع. يسوع هو ربي، يسوع هو إلهي، يسوع هو رجاء المسيحيين. في القليل القليل نذكرك ونمجد اسمك يا ربي يسوع. كل العلل الرادية فلنتركها عنا ولنطهر قلوبنا باسم الربي، فليكن اسم الربي فينا ليضيء علينا في إنساننا الداخلي. من في الآلهة يشبهك يا رب؟ أنت هو الإله الحقيقي الصانع العجائب. مبارك أنت بلا حقيقة يا ربي يسوع، مع أبيك الصالح والروح القدوس. لأن فم أبيك يشهد لك أنك أنت هو ابني وأنا اليوم ولدتك. يقوم حولك الشروبيم والسرافيم ولا يستطيعون أن ينظروك. ودمك الكريمين بركات الناموس ليس فيها شيء يشبهك. هذا هو الحجر الحقيقي الكثير الثمن الذي باع الرجل التاجر كل ما له واشترى. اترك لنا نحن ايضا الان هذا الحجر ليضيء علينا في انساننا الداخلي زينة نفوسنا وفرح قلوبنا. هو اسمك القدوس يا ربي يسوع.
أيها المتحنن الرؤوف الكثير الرحمة يا ربي يسوع. الشاروبيم يصفقون بأجنحتهم ويسبحون ويمجدون ربي يسوع. تغيب الشمس والقمر في زمانهما وأنت هو أنت وسنوك لن تفنى. باهتمام صلاحك طقطقت السماوات ونزلت إلينا كمثل طبيب حقيقي ومشفي. داويت جميع أمراضنا. انظر إلينا يا ربي يسوع بعين التحنن التي لصلاحك واغرس فينا قلبا مستقيما لكي نباركك يا ربي يسوع. أبتهل إليك يا ربي يسوع أن ترحمنا في ملكوتك.